الأصدقاء، أهلا بكم ومرحبا وسهرة جديدة مع واحد من نجوم الموسيقى العربية، بل هو نجم نجومها، هو أحد كبار فرسانها الرواد الذين فتحوا الطريق أمام عصر جديد للموسيقى العربية. نسهر هذه الليلة أصدقائنا مع فنان الشعب الشيخ سيد درويش. سيد درويش حياة قصيرة ولكنها كانت ثرية من حيث ما أنتج من أعمال لا زلنا نتغنى بها حتى يومنا هذا. ورغم قصر حياته إلا أن بعض المؤرخين يقسمونها إلى 3 مراحل. الأولى وتمتد حتى بلوغه 20 من عمره، أو بمعنى أدق حتى قيامه برحلته الثانية للشام. وتتسم هذه المرحلة بالقلق والتخبط والانتقال من المدائح والتواشيح إلى تقديم الأغنيات في أوساط غير ملائمة طلبا للرزق. أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد عودته إلى الإسكندرية وقضائه سنوات الحرب العالمية الأولى بها، وحتى رحل منها إلى القاهرة. وتعد هذه المرحلة مرحلة إنتاج غالبية الأغنيات والألحان التي صيغت على القوالب التقليدية القديمة من موشحات وأدوار وتقاطيق. والمرحلة الثالثة والأخيرة تبدأ منذ مجيئه إلى القاهرة عام 1917، وهي قمة بناء مجده الفني. ورغم أن القدر لم يمهله أكثر من 6 سنوات بعدها، إلا أنه أبدع الكثير من الأعمال خلالها، وبخاصة الأعمال المسرحية. أصدقائنا، ونستكمل الحديث حول الشيخ سيد درويش مع ضيف سهرتنا الليلة الأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ ورئيس قسم النقد الموسيقي ووكيل المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. أهلا بك معنا سهرتنا الليلة. أهلا بحضرتك وكل مستمعيك. دكتور زين، احنا النهاردة واحنا سهرانين مع فنان الشعب الموسيقار الشيخ سيد درويش، نود ان نلقي بعض الضوء على هذا الفنان العظيم، والذي كانت بدايته ليست بالبداية الموسيقية، يعني ما كانش متربي في بيئة موسيقية، وده يعني يمكن شيء غريب. نود أن نتعرف على الشيخ سيد درويش من البداية. الحقيقة الشيخ سيد درويش ولد في مدينة الإسكندرية 17 مارس عام 1892، وتوفي أيضا في الإسكندرية في
في 15 سبتمبر سنة 1923، أي أنه عاش حوالي 31 سنة. هو ولد في الإسكندرية في حي كوم الدكة، وكان أبو نجار، يعني في بيئة عادية جدا، لكن استعداده للموسيقى وفطرته الموسيقية السليمة اللي ربنا خلقها عنده جذبته بشكل طبيعي إلى الأعمال الموسيقية. ف يعني هو طبعا التحق بالمدارس عادي ودرس، وكان حتى استاذ الموسيقى اللي كان في مدرسته كان مهتم بيه، وكان يعني لمس فيه ان هو عنده موهبه غير عاديه. لكن طبعا بعد وفاه والده وهو عمره حوالي 7 سنين، واتجاهه لدراسه في المعهد الديني، ثم انجذابه الشديد لعالم الموسيقى والغناء، جعله يتابع الحفلات والمشايخ وكل ما هو نشاط موسيقي موجود في الإسكندرية. وطبعا ده أدى إلى أنه مشايخ المعهد الديني أدى في النهاية أنهم فصلوا من المعهد، لأنه طبعا خلع الزي الديني وبقى يلبس لبس تاني، أو كان بيرتاد، هو بعتبر رجل المفروض هيبقى رجل ديني المفروض ما يرتادش أماكن فيها الله والمسائل دي. فطبعا هو بعد كده بدأ بقى يعني بعد ما قعد فترة يسمع ويرتاد الأماكن دي، بدأ هو نفسه يمارس الموسيقى، وبدأ يشتغل في أعمال موسيقية. لكن برضو الظروف اضطرته، لأنه تزوج وعنده 16 سنة تقريبا، فأصبح هو مسؤول عن أسرة ومع والدته وأخواته وكده، فبدأ اضطرت الظروف أنه هو لازم يشتغل عشان يعيش. فاشتغل في مهن مختلفة، وبعد كده أثناء ما هو بيشتغل في إحدى هذه المهن في أعمال البناء، وكان بيغني، فصاحب العمل قال له أنت تغني وهم الناس يشتغلوا. لاحظ أنه لما هو بيغني العمال بيشتغلوا اكتر، بيعملوا انتاج اكتر. فقال له طبعا انت ما تشتغلش وغني بس، هو ما يشتغل. فتصادف ان سمعوا يعني احد اصحاب الفرق المسرحيه، امين عطله، اخو سليم عطله صاحب الفرقه المسرحيه اللي كانت في اسكندريه في ذلك الوقت، وعرض عليه السفر معاه الى الشام. هو قام برحلتين الحقيقه الى الشام سنه 1909 و1912. الرحله الاولى دي كانت بدايه احترافه، يعني هي كانت مغامرة بالنسبة له، لكن هو يعني اتاحت له فرصة التعرف على بيئة مختلفة وفن مختلف، وبالتأكيد ده كان مفيد. يعني اي حد فينا بتعرف على بيئات جديدة ومصادر للمعرفة جديدة بتكون طبعا مفيدة بالنسبة له. بعد كده لما رجع من الرحلة الثانية سنة 14، بدأ بقى كان طبعا نضج، وكان فكره نضج، وكان موهبته تبلورت، فبدأ بقى يؤدي الاعمال، ولكن بقى يشتغل في اماكن ارقى من اللي كان بيشتغل فيها قبل كده، وبدأ يلحن في الأشكال الغنائية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت ارتادها من سبقوه من كبار الملحنين. هو بالمناسبة دي لجأ سيد درويش في كثير من الأحيان إلى استعارة بعض الأنغام القديمة، لكن الأنغام الموسيقى العربية فيها مقامات، زي هنقدر مع الفارق نقول إنها زي الحروف الأبجدية في اللغة، فالمقامات متوفرة، كل موسيقي يختار الشكل او المقام اللي هو عايز يشتغل فيه وبيشتغل فيه. لكن هذا المقام بنقول بيه ايه؟ في اشكال غنائيه، في حاجه اسمها القصيده، في الدور، في الموشح، في الطقطوقه، في الموال، كل دي اشكال بنائيه في الغناء الموسيقي في الغناء العربي. فهو اللي قبل سيد درويش كان لها اسلوب تقليدي في الاداء، بمعنى ايه؟ انه الملحن لما كان بيلحن مثل هذه القوالب او الصيغ الغنائيه العربيه، كان يهتم بالدرجه الاولى باظهار الامكانيات الصوتيه للمطرب او المطرب من حيث اتساعها وقوتها والى اخره، وقدره هذا المغني او هذه المغنيه على اداء الزخارف والاستعراض، كل ما يمكن ان يقدم تحت بند استعراض الامكانيات الصوتيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، كان يهتم بالدرجه الاولى باظهار عنصر التطريب في العمل اللي بيقدمه. ليه بقى؟ لانه الوصلات الغنائيه في اخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي القرن العشرين يعني كانت بتمتد من العشاء لحد الفجر. ده حقيقي، مش مبالغه يعني. فكون الناس، وكان لا كان في ميكروفونات ولا كان في اي حاجه، وكانت الناس تقف في السرادقات والمطربين يقعدوا يغنوا يعني عدد مهول من الساعات. فطبعا ده كان يعني بيتطلب ان الايقاع بيبقى اهدى، سواء تقدم وصفه موسيقيه في البدايه في نفس المقام اللي هيغني منه فيها سماعيات وبشارف وحاجات، بحيث يسلطن المغني والمستمعين. يعني هو هيغني في مقام معين، فيجي مثلا بدل ما يروح داخل يغني على طول، تقدم مقطوعات موسيقيه في ذات المقام، في حاجه اسمها بشارف وسماعيات وحاجات، بحيث ان بتهيئ الجو النفسي للمغني وللمستمعين. أيه. انهم يخشوا في لان
الفرق بين مقام واخر؟ ان كل مقام منهم بيديك جو نفسي معين، وممكن يعني حسب براعة بقى الملحن ممكن يعني يعمل اللي هو عايزه، لكن الموسيقى دي بتهيئهم نفسيا. وبعدين تبتدي بقى يغني، تبتدي بقى بقصيدة، فيقعد يقول ويستعرض ويقول يا الله ويا سلام وعيد والنبي يا سيدي، فيعيد بطريقة تانية وبطريقة ثالثة وبطريقة رابعة، وده من أهم مميزات الموسيقى العربية. النصف بعد بكرة بعده إذن ينزل فبدوس كذابين كذابين مصطفى في بزيادة في دنهر ومخنقوس قلني تحت الفواكي ويا خجان السيوس أربلين أربلين فينا ما في الشرف ما عسكرية فينا نام بس شفرين يكلوا الرخمة من كماليد يخاف مصرين مصرين يحبوا كاني يحبوا ماني ثم نولي ما فيش حين كلموا جرس اليوناني خش امسك درساني كذابين وكده يعني ما تقدرش ما فيش بقى الصفحه الاعلاميه اللي موجوده دلوقتي. أيوة. يعني ما كانش حد بيسمع تاريخه كده ببساطه يقول غنوا فانتشر، لا عبد الوهاب وام كلثوم لفوا مصر حته حته لحد ما اتعرف. ايوه وبعد ما اتعرفوا جت بقى الاذاعه، فبقت عشان كده كان عندهم شعبيه كبيره جدا. فسيد درويش كان معروف كويس قوي في اسكندريه، ولما جه يعني هو طبعا بنى شخصيته في اسكندريه واتعرف في اسكندريه ولحن موشحات وادوار وتقطيع والحاجات دي كلها في اسكندريه، واكتشفوا اثنين سلام حجازي في الاول، وبعد كده جه جورج ابيض لما عاد دعاه نيجي مصر. سلام حجازي عرف عبقريته وحط ايده على موهبته ودعاه نيجي في مصر ويغني بين الفصول وحاجات كده. جه بعد كده جورج ابيض في اسكندريه وقدم احدى المسرحيات بتاعته، وكان يعني في قبل ما يحرضوا بليله كانوا قاعدين في اسكندريه، فراح سمع سيد درويش بيغني طقطقه زوروني كل سنه مره، عجبته قوي.
فخلاها حفاظها لحامد مرسي الله يرحمه، وحامد مرسي غناها فنجحت جدا. فهو بقى قال له ده انا هعمل، على فكره بقى هو طبعا انت عارف جورج ابيض كان عنده مسرح درامي وحاجات، فقال له احنا هنعمل حاجه يعني اعمال مسرحيه غنائيه وعايزك تبقى تيجي يعني تشتغل معانا. في الوقت ده كانت شركات الاستيراد كانت بتسجل له حاجات ومقرها كان في القاهره، فكانوا بيروحوا عليه انه يجي القاهره عشان خاطر يبقى قريب من مقر الشركه او الشركات او الشركه اللي بتعمل معاه، عشان خاطر يبقى عمليه التسجيل ما هياش ايه مرهقه. فطلب الشركه الاستيراد مع دعوه جورج ابيض مع تسجيل سلام حجازي، كل ده يعني خلاه انتقل الى مدينه القاهره سنه 17. ولما جه سنه 17 بقى عمل الحاجه اللي هي حجر الاساس في انتاجه، او يعني تعتبر الانجاز الاكبر في اعماله، وهو المسرح الغنائي. يعني هو عمل خلال 6 سنين من سنه 1917 1923 حوالي 26 مسرحيه غنائيه لكل الفرق الموسيقيه اللي كانت موجوده في القاهره في ذلك الوقت. حنلاقي مثلا عمل لفرقه جورج ابيض مسرحيتي فيروز شاه والهواري، لفرقه نجيب الريحاني عمل مسرحيات كتير ولو ايش ولولو فسر والعشره الطيبه، لفرقه علي الكسار عمل مسرحيات ولسه راحت عليك ام 44 البربري في الجيش مرحب الانتخابات والاخيره دي توفي قبل ان يتمها، عمل لفرقه نور المهديه كلها يومين وانطوني كليوباترا. وهنا في حاجه بس احب اقولها، انه كان من الشائع ان انطوني كليوباترا لم يكملها سيد درويش واكملها عبد الوهاب، وفي حديث مع الاستاذ حسن درويش ربنا يديله الصحه والعمر ابن الفنان سيد درويش قال ان هو ان ابوه كمل هذا العمل وان النوت الموسيقيه كلها كامله موجوده عنده لهذه المسرحيه. ده يعني ادام في معلومات جديده لازم التنويم. في عندك ايضا لحن لفرقه اولاد عكاشه عبد الرحمن الناصر والدره اليتيمه وهدى، ثم كون فرقه خاصه عمل لها مسرحيتين اللي هم شهر زاد والباروكه، ثم اعاد تقديم العشره الطيبه من فرقته. هذا الانتاج الضخم المهول المتنوع خلال 6 سنين يظهر لحضرتك قد ايه هذه العبقريه كانت غزيره او خصبه ومتدفقه، لدرجه ان هو استطاع يعمل هذا الكم في هذه السنوات القليله. العجيب بقى في الموضوع انه بعد هذا الانتاج الضخم لم يقتنع بما وصل اليه من المعرفه، واراد ان يسافر الى ايطاليا لكي يتعلم الفن على الفن الاوروبي، يعني لكي يستكمل الجزء لانه يلحن الاغاني ثم يكتب لها الكتابه الاوركستراليه ويعمل لهم بقى يعني يستفيد من العلوم الغربيه لخدمه الموسيقى المصريه او الموسيقى العربيه. وفعلا راح اسكندريه لكي يسافر، ولما عرف ان سعد زغلول على وشك الوصول لحن له نشيد وحفظه للناس عشان يستقبلوه به. وقبل ان يسافر يعني توفي على رحمه الله وهو في مدينه اسكندريه قبل ان يغادر. لكن ده مؤشر يخلينا نشوف قد ايه هذا الرجل كان مخه متفتح رغم انه كان في العشرينات من القرن، وانه كان حريص على العلم وحريص على التعلم، وانه كان يكتسب الخبرات باستمرار، ولما حصل كل اللي موجود لقى برضه ان ده مش كفايه. طبعا كلام حضرتك ده بيؤيد ما ذكره الكاتب الكبير الاديب عباس محمود العقاد عن الشيخ سيد درويش لما قال انه لو امتد به العمر كان هيبقى اكبر ثوره في عالم الموسيقى العربيه. انا طبعا متفق مع هذا الراي تماما، يعني لان كل المقدمات بتؤكد هذه النتيجه. لكن في النهايه لابد ان احنا نقف امام اراده الله ولا نعقب ولا نتكلم، لكن من المؤكد يعني موتسارت معاه عنده 34 سنه. موتسارت ده اللي قلب الدنيا وغير المقاييس وطور الاوبرا وعمل يعني وغير شكل يعني عمل تصوير في قالب الكونشيرتو وقلب الدنيا في يعني دي بتاعت ربنا بقى. لكن في هذا الوقت القليل لما واحد يجي في 6 سنين يعمل لك 26 مسرحيه غنائيه وكل الفرق الكبيره في البلد تقدم اعماله، يعني ماشي في شارع عماد الدين كل الفرق بتقدم المسرحيات المختلفه ليه في وقت واحد، يعني شيء مش عمره ما حصل في اي حته. ان كل المسرح الغنائي بيقدم شغل، ده بيقدم حاجه وده بيقدم حاجه وده بيقدم حاجه، يعني يمشي في الشارع شغله موجود في كل المسارح ومفيش حد ثاني معاه. يعني يكفي هذا عشان حضرتك يعني نجاحه الفني ونجاحه التجاري ايضا، لان الفرقه ما كانتش بتكسب والرواد بييجوا يتفرجوا ما كانش يكمل. فمعنى ان هو استمر يقدم اكتر من اعمال لاكتر من فرقه، انه اعماله ناجحه والاقبال عليها موجود. واحنا طبعا في نقطه برضو ثانيه هنا لابد ان اذكرها للاذاعه المصريه بالخير، لابد ان يرد الفضل لاصحابه دايما، انه يعني احنا النهارده ما عندناش الى حد كبير تاريخ بالنسبه لتاريخ الموسيقى، في اشكال كتير مفقوده،
مش بس في التاريخ وفي الأعمال. يعني مثلا الشجاعي لما كان مسؤول عن الموسيقى في الإذاعة من سنة 53 لحد 63 تقريبا، هو كان يعرف سيد درويش فأدرك قيمته، فأتيح لنا هنا في الإذاعة المصرية أن يسجل أو يسجل في عهد الشجاعي 2 من مسرحيات سيد درويش، وكان المشرف عليهم الله يرحمه سيد مصطفى اللي كان يعني معاصر لسيد درويش وبيشتغل معه وعارف كل شغل. فيعني كان الدقة والحرص على أن تؤدى الأعمال صحيحة كما كتبها سيد درويش مش كما يتخيلها أي حد. سجلنا هاتين المسرحيتين الغنائيتين اللي هما العشرة الطيبة وشهرزاد. بالمناسبة البعض بيسميها العشرة الطيبة. لا، هي العشرة الطيبة، واللي ما يعرفش يتأكد يرجع للنص اللي كتبه محمد تيمور، والعشرة الطيبة متشكلة على غلاف الكتاب اللي بيحتوي النص الأدبي للعمل. والمسألة مش محتاجة رغي كتير، لكن هي يعني هو خطأ شائع ويجب تصحيحه. طب يا ريت لو حضرتك تكلمنا عن العشرة الطيبة وموضوعها ونسمع جزء منها. هي العشرة الطيبة بتدور حول يعني وجود بعض الغرباء في البلد وسيطرتهم على مقاديرها اللي هو مش من أبناء البلد نفسها، وفي نفس الوقت بتدور يعني على بنت الوالي. كان الوالي كان عايز ولد، فالست فمراته جابت بنت فحطتها في مشنة ورمتها في النيل، فراحت في حتة والبنت اتربت في قرية أو اتنين ناس فأرقدوها ربوها، ولما ماتوا قاعدة في العشة بتاعتهم وبتحب واحد من القرية نفسها. فبعد فترة الست بقى بتعترف لجوزها ان هي كانت جابت بنته عشان خايفة منه، فحصل كذا كذا، فبعت واحد يعني واحد من اتباعه المهمين يبحث عن هذه المشنة واين ذهبت وتشوف بقى الحاجات اللي. المهم انه بالصدفة البحثة بيتم التوصل لهذه الفتاة، فبتروح يعني بتروح بقى القصر بتاع ابوها ومفارقات طبعا انت عارف المسرح مش بس الحدوتة، يعني لازم في بقى الابهار والمفارقات والمواقف سواء الساخرة او الدرامية. ف بنلاحظ ان في شخصية في الرواية برضو راجل من الاقوياء في الدولة كل شوية يتجوز واحدة ويقول للراجل التابع بتاعه موتها، فراجل يصعبوا عليه مرضاش يموتهم فيدوه مخدر ينهيهم ويلاقيهم لكم كما لو كانوا، بعدين بيخبيهم في مكان عشان ما يموتهمش. المهم في الاخر بتتسوى في المسرحية ان الخمس ستات اللي هم موجودين بيتجوزوا 5 رجالة، وبتنتهي المسرحية النهاية السعيدة بان البنت بنت الوالد بتتجوز الولد اللي كانت بتحبه في القرية وبينتهي. لكن ده بيدي فرصة بقى للغنائيات غنائية موسيقيا بقى. يعني الافتتاحيات والفواصل الموسيقية اللي بتصور البيئة، ثم الأعمال الأجزاء الغنائية المنفردة سواء من البطل أو من البطلة، أو الثنائيات اللي بيغنوها مع بعض. ولعل من أشهر الثنائيات هذا العمل ثنائية على قد الليل ما يطول اللي بين البطل والبطلة. وفي الاخر برضو بيبقى في مجموعة من عايزين يخشوا القصر ما يعرفوش، فدخلوا تحت ستار مجموعة من الغجر لأداء بعض الفنون، ومش يعني كل ده مبررات عشان يعني الملحن يجد فرصة ان هو يقدم ابداعات غنائية وموسيقية واشكال غير مألوفة بالنسبة للمشاهد يعني في ذلك الوقت. نسمع جزء منها يا ريت. يا حبيبي يا جبل جبالي والبيا وبلا شايف شفت، افهمني هو افهمني عيط يا جند الدلعات ده الصور يلي في وشه خلوله حمص وعرسه بركوله حمص وعرسه بركوله حضرته بالي فخر الدين باشا جنبالي مرهبا مرهبا تشريف بلدم كاكم 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 بلدم 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 شفتوا افندي
عندي مع عروسه برنجي شفته آه. شفته افندي مع عروسه اوكينجي شفته آه. مش شفته افندي مقوتشينجي شفته آه. مش شفته افندي مدورتينجي شفته آه. دلوقتي قدم قوتشينجي جوزال بجد الوالي يهي نداتي بالخلجة به خلجة باتي يا رب احتاج من جالي اتدور أم عنواني تتمكر إن شاء الله جمد الصفية تدوبت وسوى عرق العافية استفهام مخدوش من فضلك امتى رايح جوز بنتك فضلك ضمرة جهيصة جهاز نصف الليل يحصل في جواز بقى يحصل فيه في نصف الليل ايه بتفندم نصف الليل ايه بتفندم نصف الليل حمد لله شكرا لله وقت كاف علشان ارجع جوز بنت الوالي مو تشريفك كله خلاص تكتر بره ايا كل الناس تعظيمك واجب تقديم حالا بوسوا يد كريم تا نفسو تواوتي تايه يلا اما المسبوط اقديه يا بريد يا بريد ان شاء الله تعيش واتمنى تهرب الاقيك الحب يحلى يحلى في نص درجة عروسة نمرة ستة صغا هو ده سيف ولا عفريتو ست الدار ادينا عرفتو بعدها نفضل ضوالي ايده يستنى كده عالي قدم هانم بوس يا ست كريم قدم هانم بوس يا ست كريم الاستاذ الدكتور زين نصار احساس سيد درويش المرهف بتوائف الشعب المكافحة وإجابته التعبير عن شريحة لم يكن يتعرض لها من قبله أي مطرب أو يشعر أو أي ملحن يعني مثلا عبر عن فلاحة عبر عن العامل عبر عن صانع القلل يعني تناول كل التوائف هل وراء ذلك نشأته في أسرة بسيطة ولا إيه؟ مش بس نشأته في أسرة بسيطة وممارساته العمل فعلا بين العديد من هذه الطوائف لانه زي ما قلت لحضرتك لما تزوج وكان لازم يشتغل فيبدو ان السوق العمل الموسيقي كان يعني يتحمل فاضطر يشتغل في اعمال مهن متواضعه كتير جدا واشتغل فيها يعني عادي عشان يعيش فطبعا يعني اختلط بابناء هذه الطوائف وشاف مشاكلهم وعاش يعني كل ما يعانوه فبدا يعمل الحان يعرض هذه المشاكل عشان تتحل يعني هو لما يتكلم مثلا عن الشايرين والجرسونات والصناعية والموظفين وبنات اليوم والسقايين والمراكبية يعني مثلا الموظفين دي ليها مناسبة غير حكاية الطوائف دي طب الموظفين دول مالهم الموظفين لما عملوا سنة في ثورة سنة 19 تضامنا مع الشعب المصري كله وكل طوائفه الموظفين أضربوا عن العمل فطبعا أحرجوا الحكومة وأحرجوا الإنجليز
فلما الثورة انتهت وتم إخمادها طبعا انتبهوا يعني الحكومة بقى دورت على الناس اللي تحت ايديه, فراحوا مقررين خصم 20 يوم من الموظفين اللي عملوا تضموا مع الثورة. فراح عامل اللح ده هز الهلال يا سيد بركاتك لجل العيد, ويعني كان نوع من من التعزية ليهم والاستهزاء بالقرار اللي يعني يعملوا اللي انت عايزين تعملوه احنا ما مش مهم يعني. دكتور زيد نصار, الشيخ سيد درويش قدم الدور والموشح والطقطوقة أيوة والأوبريت والألحان الوطنية كمان هل برع في كل هذه الألوان الموسيقية المختلفة؟ يعني احنا بنعرف ان مثلا رياض السنباطي افضل من لحن القصيدة, وهناك افضل من يقوم بتلحين الموال. انا شايف الوان مختلفة, هل كان بارعا بالفعل في تقديم كل هذه الاعمال؟ طبعا العبقريات الـ يعني الضخمة اللي زي سيد درويش دي ما بيقص عليها حاجة, انا بيبقى شاطر في كل الاتجاهات اينما توجه فهو بنفس الخبرات وبنفس المواهب وبنفس الفكر المتوسط الى الامام. فهو قدم العديد من الادوار, هو قدم 10 ادوار على فكرة بيعتبروا من درر تراث الموسيقى العربية. ممكن اقول من حضرتك يلي اوامك يعجبني, يا فؤادي ليه بتعشق, في شرع مين الحبيب للهجر مايل, عشقت حسنك عواطفك اشهر من نار, ضيعت مستقبل حياتي انا هويت وانتهيت, انا عشقت وشفت غيري يوم تركت الحب. فالحقيقة احنا لو اخترنا مثلا دور زي من هذه الادوار, لو قلنا مثلا ممكن انا هويت او ضيعت مستقبل حياتي, على فكرة الحاجات دي متسجلة في صوت سيد درويش, لو اتيح لنا فرصة نسمعها أيوه. نسمع منهم دور وليكن ضيعت مستقبل حياتي لان انا هويت بيتقال كتير. قدمه سيد درويش للموشح العربي. الحقيقة الموشحات هو فن طبعا نشأ في الأندلس وانتقل إلى مصر من خلال موسيقي اسمه شاكر الحلبي, وأول مصري كتب موشحات أو عمل موشحات هو ابن سناء الملك. فالموشحات عندنا في مصر ضاربة في القدم, وفي كثير من الكبار الموسيقيين المصريين عملوا وغير المصريين طبعا العرب عملوا موشحات هايلة. موشحات صعوبتها في إيه؟ انها بتؤدى بمصاحبة ايقاعات معقدة جدا, فالشطارة اللي بيؤدي الموشح ان يؤديها وهو يعزف الايقاع او الضرب بتاعها او الميزان الموسيقي بتاعها في نفس الوقت, لان هي صعوبتها كيف تؤديها مع هذه الموازين. فالحقيقة دي برضو نوع من الاستفزاز لقدرات الملحن. فسيد درويش عمل موشحات الحقيقة ممكن نذكر بعضها, يا ترى بعد البعاد يا صاحب السحر الحلال اجمعوا بالقرب شملي, ان ميلاد الرسول صحت وجدا العذار المائسات منيتي عز اصطباري يا شادي الالحان يا غصن البان. دي امثلة. دكتور زين نصار, حننتقل الى الطقطوقة ودور سيد درويش في ابراز هذه الطقطوقة وتقديمها لعامة الشعب,
وايضا الى الاعمال الوطنيه اللي قدمها. بالنسبه للتقطيق، التقطوق يعني اغنيه بتبقى خفيفه وبتقال باللغه العاميه، ويعني بتبقى اسهل كتير من القوالب اللي اتكلمنا عنها، بتبقى يعني وجبه خفيفه بالنسبه للمستمعين. لو قلنا بعض التقاطيق، وعمل اكتر من 50 مقطوعة، 56 تقريبا تقاطيق، فهقول بعض امثله مشهوره طبعا، زي زوروني كل سنه مره، اهو ده اللي صار، يا ناس انا مت في حبي، حرج عليا بابا ما روحش السينما، خفيف الروح بيتعاجب، بطلوه ده واسمعوه ده، قلبي يعشق للمحاسن، اطلع من دول، ايه العبارة. طبعا يعني اغلبها حاجات مشهوره، يا ريت لو في فرصه نسمع تقطوقه، يمكن تبقى غريبه على اولاد المستمعين وموضوعها، حرج عليا بابا ما روحش السينما. حرج عليا بابا ما روحش السينما، وقفت فين؟ حرج عليا بابا ما روحش السينما. انا من رأيي تكذبني وجاوبك نصار. نواصل الحديث عن دور سيد درويش في الموسيقى العربية. لو اتكلمنا عن سيد درويش في الأغاني الوطنية، وخصوصا انه كلنا بنعرف ان هو صاحب بلادي بلادي، يعني حقيقة سيد درويش يعني ولد في فترة كان فيها المد الوطني كان قوي جدا، الشعور الوطني قوي جدا، وكانت مصر احتلت 1882 كما نعلم جميعا، و يعني سيد درويش ولد بعد كده بعشر سنين، فقرب نهايه القرن بدا الكفاح اللي قاده مصطفى محمد فريد ومصطفى كامل من بعده، من خلال انشاء نشر المقالات في كانوا عاملين ثلاث جرايد اسمها اللواء باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه، وكانوا بينشروا فيها مقالات ادت الى شحن الشعب المصري ثم تفجر ثوره 19 في نهايه الامر. فسيد درويش عاصر كل هذه الاحداث الى ان وصل لذروة الاحداث في ثورة 19. هو يعني عصر هذه الثورة وشارك فيها واندمج فيها، وقدم الحان وطنية كتير ساهمت في اشعال الروح الوطنية واشعال الثورة. هو قدم اعمال كتير سواء داخل الاعمال المسرحية او خارجها. لو نذكر بعضها مثلا، احنا الجنود زي الاسود، قوم يا مصري مصر دايما بتناديك، يا ابات الضيم يا فخر العرب، مصرنا وطننا سعدنا املنا، سعد زغلول طبعا، احسن جيوش في الامم جيوشنا، انا المصري كريم العنصرين، اليوم يومك يا جنود، واخيرا بلادي بلادي لك حب وفؤادي، بلادي 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 لك حبي عن سيد درويش. حديث يطول، والحقيقة حديث ثري جدا بمجالات عطائه الكثيرة رغم قصر الفترة العمرية اللي عاشها.
إذا أردنا أن نلخص عطاء سيد درويش للموسيقى العربية في عدة كلمات، حضرتك تقول عنه إيه؟ أنا أقول عنه جملة واحدة، أن سيد درويش هو أبو الموسيقى المصرية في القرن العشرين. عزيزي المستمع، وإذا كان هذا هو رأي ضيفنا الأستاذ الدكتور زين نصار في الموسيقار سيد درويش، فتعالوا بنا نتعرف على آراء كبار الشعراء والمثقفين في موسيقاه. كافح سيد بؤسه بقوة وإيمان بفنه الذي اعتز باحتضانه على الطوى، حتى أصبح اسمه لحنا خالدا على الزمن، وأشهد الناس والتاريخ أنه ذو عبقرية فذة وروح عظيم. إبراهيم المزني. حينما داعبت القدرة قيثارة الفن الإلهي صدرت منها نغمة خالدة ثم نفخت فيها روح الله، فإذا هي روح تقمصت بشرا يسعى ويبشر بألحان من السماء ويسمع الناس نغما من الملأ الأعلى. ذلك الروح هو سيد درويش خليل مطران. إن سيد درويش يقف مثلا شامخا يحرك في المعاصرين من رجال الفكر والفن وهجا خلاقا وقوة باثقة، لتقف الموسيقى إلى جانب المدفع والقنبلة سلاحا في المعركة من أجل كرامة الإنسان في هذا الوجود. دكتور ثروة عكاشة. ما أكثر الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام ولم يعيشوا يوما واحدا، وسيد درويش عاش عمرا طويلا عريضا مع أنه ترك الدنيا في سن 30. إن أقوى ما في سيد درويش فراسة الالتقاط والتمييز، وخلاصة بلاغته إنه يناجي الناس بما يهمس في هواجسهم وما يعن لخواطرهم. بيرم التونسي. عزيزي المستمع، عشنا هذه السهرة مع فنان الشعب سيد درويش. شكرا لكم، وشكرا لمهندس الصوت محمد صادق. سهرة مع محمد عبد الجواد وبراء المصيعي.